Justru itu, marilah kita sama-sama saksikan peserta kategori 1 hingga 20 juzuk perempuan yang akan memperdengarkan hafazan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia soalan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Ulang dan teruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. حسبك. Soalan yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Sila teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم
لكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. حسبك. Soalan yang ketiga, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Sila teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. حسبك. Soalan yang keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Ulang dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كان
كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang diraikan, peserta ke-10 yang telah memperdengarkan hafazan sebentar tadi ialah saudari Tuan Nur Syahidah binti Azhar dari negeri Terengganu Darul Iman.